صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من استخدام بواقي الجلد. الفيديو النهارده اكيد زي ما انتوا شفتوا هنعمل اساور، غوايش، او يعني حظاظات، ايا كان المسمى يعني. فيلا بينا نبتدي الفيديو. اول فكرة معانا هنعمل حظاظة للخاتم الصدفة ده، هو برضو هيبقى في نبيتي. هو المفروض ده لونه نبيتي، بس هو جاي عندكم هنا بني غامق، بس هو اصلا لونه نبيتي، نبيتي غامق وصدفة من هنا، فاحنا دي هنعملها صدفة. الخاتم ده والخواتم دي كلها احنا عملناها في الفيديو اللي فات، هسيبها لكم في الديسكريبشن، ممكن تروحوا تشوفوها. يلا بينا بقى نبتدي. ايه في اول فكرة؟ اول حاجة احنا ممكن يا اما نركب اللي هي اسمها ايه، الكبسونه، يا اما الماجنتيك. ماشي، بس انا ايه هعمل الماجنتيك، انا مش لاقيه الكباسين، وعموما انا ما بحبهاش يعني، بحب الماجنتيك اكتر. دي اللي تبقى فوق عشان لما نيجي نلبسها تبقى كده. اوكي، نجيب بقى شويه صدف كده. أحجام وأشكال مختلفة، تمام. عايزين نداري دي هنملاها كلها سيليكون، نركبه بالشكل اللي احنا عايزينه. واحدة بصة كده، واحدة بصة كده، واحدة طويلة، واحدة صغننة، ممكن نحط واحدة كبيرة كده في النص. ما ينشف بقى هبتدي انضف دول كده، شيل الزوايد. ودي اول اسوره معانا اهي، ونلبس معاها الخاتم. دي اول فكره معانا، شكلها حلو قوي، تنفع جدا للصيف وشكلها روش جدا. يلا نشوف بقى الفكره اللي بعد كده. تاني حاجه معانا هنعمل اسوره للخاتم ده، بقصها على حجم ايدي، او ممكن تكبره او تصغره شويه. وحطيت دول جهزتهم، بس وقصيت نجمة كبيرة اهي من بتاعة البسكوت بتاعة المطبخ، عادي جدا يعني. هنا سيليكون كده، دي تاني فكرة معانا. هنا دي يعني انا مش هداريها ولا اي حاجة، ممكن اداريها او ما اداريهاش عادي، هي كده كده مش هتبان يعني. ممكن اقوم حط حتة جلدة كده ومخيطها هنا عشان اداري الحتة دي. وممكن نحط الهلال ده، ماشي، بدل النجمة. ممكن نحط قلب، ممكن نعمل اي اشكال كتير. ممكن نعمل دورية كده ونحط فيها فص، وتبقى الفص ده في النص كده يعني. دي افكار مختلفة، شوفوا الفكرة اللي انتوا حابينها ونفذوها. هنعمل برضو للخاتم ده السويرة، ماشي كده. هنشد بس كده كويس عشان تبقى مشدودة عليها الرسمة. هقص طبقة بس كده عشان الطبقة دي نلزقها عشان تداري الحف، فاهماني يعني؟ هما كده دول طبقتين، احنا هنخليهم طبقة واحدة. اهي دي تالت حاجة معانا. بصوا، فكرت في فكرة تانية، هنجيب كده المسطرة وناخد خطين، ونجيب الشاكوش ونعمل دورية. هنقص الكلام ده، بصوا كده هنعمل سويرة للخاتم ده برضو بنفس الفكرة. نحط بقى هنا كده شمع وننزل كده. طبعا احنا المفروض نبقى ايه صابغين الجلد او حتى مفنشينه، بس انا ما فنشتوش،
انا بس بديكوا افكار وانتوا ابدعوا بقى زي ما انتوا عايزين. ماشي. ممكن بقى هنا نعمل بالحرق خطوط، نعمل هنا كده رسومات كده، نعمل بالسنابك الاشكال وردات صغنططة، وطبعا هنركب لهم الماجنتيك. اوكي كده الفيديو بتاع النهاردة خلص. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وابدعوا واعملوا حاجات مختلفة وجديدة، وفي افكار كتيرة قوي ممكن نعملها ببواقي جلد غير الميداليات. شكلهم شيك قوي وعملي، وشكلهم روش كده وفانسي قوي، وممكن نعمل حاجات تانية كتيرة ومختلفة، بس اهم حاجة ان انتوا تهتموا بالفينش وبس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.